كلمي بقى. قول ايه؟ قول انت عايز ايه؟ عربي ولا انجليزي؟ عربي عربي عربي. نحكي احنا من اوكي. السلام عليكم، احنا الان في مكتب الإغاثة الإسلامية عبر العالم في محافظة المفرق في الأردن. دكتور هاني البنا شرفنا بوجوده، احنا والفريق كامل موجودين هنا عشان نتحدث في جلسة نقاشية، وان شاء الله نستفيد جميعنا من الدكتور ومن خبراته. احنا جايين هون نتعلم من الدكتور ونشوف كيف فكرة خطرت في باله هو وزملائه، كيف نشحت وكيف طوروها في بلاد غربية، ونشحت وتطورت وصرنا هلأ في أكثر من بلد، في زملائنا في البارتنر أوفيسز وفي الفيلد أوفيسز، كيف ممكن نتعلم نصير زيهم إن شاء الله. Assalamu alaikum everyone. I am Zulkarnain, working for Islamic Relief, and we are in a field office at the moment, and we are blessed that Dr. Hani Albanna is with us, and we'll introduce all of our staff members. We may be having some few words from Brother Hani Albanna, and then we'll respond the questions of the team. يعطيكم العافية. طبعا احنا سعيدين جدا في زيارة دكتور هاني البنا لمكتب المفرق. طبعا هاي فرصة يعني احنا من زمان كنا نستناها حتى نجتمع فيه ونتعلم منه ونكسب خبرات منه، ونتشكر على هاي الزيارة، وان شاء الله يعني تكون جلسة حوارية ونقاشية نستفيد منها الكل ان شاء الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد جدا ان انا معكم اليوم في المفرق، وهنا انتم بتستضيفوا اكتر من 120 الف لاجئ سوري، وربنا يكتبها في ميزان حسناتكم ويجعلكم كلكم ان شاء الله هذا العمل لكم ذخر في الدنيا والاخره ان شاء الله، مع اخواننا السوريين واخواننا الاردنيين اللي موجودين في المكان ده. انا مش هتكلم كتير علشان انتوا لو عايزين تسألوا أسئلة أو تشوفوا استفسارات أو تعملوا تعليقات، كون الأصل ليكم انتم إن شاء الله. الإغاثة الإسلامية بدأت بالضبط 39 سنة وشهر إن شاء الله، في 17 يناير عام 1984 بشباب يعني بسطاء كانوا بيدرسوا في الجامعة، وبدون أي ترتيب وبدون أي تخطيط وبدون أي ميزانية وبدون أي موظفين، والحمد لله فضلت المسيرة ماشية 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 لغاية ما وصلنا اللي احنا وصلنا له الآن. إننا دلوقتي أنا وذو القرنين موجودين في المفرق، جنبنا آية ومحمد إيمان صفاء مها إياد محمد أحمد أبو إبراهيم محمد العزيز أبو. فكل واحد فيكم يعرف نفسه كده. تعال هنا صاحب الكاميرا، أنت امسكوا في إيدك كده ووريهم كلهم للناس، ورفعوا إيدكم هنا، لف لف كده. السلام عليكم، معكم إيمان الحبيلان من الإغاثة الإسلامية. أنا مسؤول قسم إنكاء محافظة المفرق في شمال المملكة الأردنية الجنوبية. إلي الشرف كبير إني ألتقي بأستاذ دكتور هاني بعد يعني من خلال عمل الإنسان، صار 12 سنة بالفيل. كان صراحة يعني نفسي أشوفك من زمان. أحلامي بي. إن شاء الله خير، وإن شاء الله إنه عملنا يستمر ونوصل لأكبر قدر مستفيدين في العالم. إن شاء الله. السلام عليكم، أنا محمد عبد السلام، أنا الأكتنج بروجرام مانجر والكوميونيتي ديفلوبمنت كوردينيتور بالإغاثة الإسلامية عبر العالم مكتب الأردن. احنا كثير سعيدين بوجود الدكتور هاني معانا هون، هو المؤسس والمعلم الاول للعمل الانساني وخصوصا بالاغاثه الاسلاميه عبر العالم. كثير سعيدين في وجوده، ان شاء الله راح يكون جلسه حواريه نحكي يعني جيده او نحكي يعني ممتازه لنا جميعا. شكرا. السلام عليكم، انا صفا ديدويك، كنت اسيستنت هون بمكتب الاغاثه المفرق.
كثير مبسوطة إنه التقينا فيك دكتور هاني، يعني هذا شرف كبير إنه لما نشوفك على خلال عبر الشاشات عن طريق التلفزيون، لكن شرف كبير إنه اليوم شفناك عن واقع فيس تو فيس، هذا أكبر يعني شرف لنا. شكرا لقدومك بصراحة. شرف لي أنا إن شاء الله. إيمان هذا الشيء بوجه الاستثناء المهم إنه شرف صراحة إنه تخفيف شخصيا دكتور، إن شاء الله نتعلم منك. اوكي انا بيان نخلة سايكوسوشال سبيشاليست. صراحة هو دار حديث بيني وبين شخص هي والدتي. والدتي شخص جدا مثقف، تقريبا تقرأ كتاب كل 3-4 ايام حولك. لا حولك، كان الحوار حولك يعني. تقريبا قبل يمكن شهر عرض برنامج على الجزيرة الوثائقية، اعتقد للقصة بقية او اشي مثل هيك. فانا ما توقعت يعني انه بهالسرعة هاي انه التقي بحضرتك. عشان ماما كانت طلبتني. نعم. وفي لي صديقة كمان كانت تمدح بحضرتك، هي درست عمل اجتماعي في جامعة او في جامعة في احد جامعات قطر، فهي يعني درسته هذا التخصص بعد ما التقت بحضرتك. أنا كأنه كان في كونفرنس أو إشي أونلاين أعتقد بكورونا، وبعديها بالمعهد القطري أعتقد. نعم. أعتقد نعم. فيعني والآن جاء دوري إني ألتقي فيك. تفضل. الله يعطيكم العافية ويسعد صباحكم كل أوقاتكم. احنا سعيدين بشوفتك ولمة سعيدة إن شاء الله، واحنا ممنونين وتشرفك إنا، واحنا في غاية السعادة، وأنت قدوتنا ونحن نحتضن فيك، وأنت مثالنا الأعلى. الله يعطيك الصحة والعافية، سعيدين معرفتك، شكرا لك على كل وقتك الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. صالح أبو رزق، درايفر الإغاثة الإسلامية عبر العالم. نتشرف بحضور الدكتور هاني البندا، وإن شاء الله توفر موفور الصحة والعافية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. مرحبا، الله يعطيكم العافية. أنا محمد تسطوش، مساعد ميداني. تشرفنا اليوم بحضور الدكتور لقاءنا بصراحة، وكلنا شرف إنه نأخذ منه شوي من خبراته في 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 مجال الإغاثة الإسلامية والإغاثة الإنسانية عبر العالم بشكل عام. يعطيكم العافية. There are some other colleagues whom we are not able to they are not able to join because the patients are waiting for them. So all the doctors and paramedical staff, they are there to treat the patients, so they are not part of our meeting. And maybe once the patients are facilitated, then they will join us, inshallah. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المفرق على الحدود السورية إيتاني عراقية إيتاني سعودية بس كده. ها ان شاء الله. وطبعا زي ما اتكلمنا قبل كده بتحتضن اكتر من 120 الف لاجئ سوري في المخيمات، ده غير مخيم الزعتر او الزعتري. زعتري اللي فيه كم الف تقريبا؟ 35 الف. يبقى بنتكلم على حوالي 150-160 الف لاجئ. حضرتك كلمتي؟ انا اسف، كلكم كلمتوا. انت كلمتي؟ بسم الله ما شاء الله. طيب انا طبعا وجودي معكم هنا انا اللي سعيت اليه. انا كان ليا كلمه حاملها عن طريق الزوم مع منتدى الفكر العربي اللي هو اسسه سمو الامير الملكي الحسن ابن طلال، لكن انا بفكر بالمقلوب، وقلت بدل ما اتكلم على الزوم
وبس كده يعني. ما انا ما ازور زياره المسافه بين لندن وبين عمان بسيطه كم ساعه؟ فولت ماجي، لان كان هدفي ان انا اجي علشان اتعلم منكم، وخاصه انا ما زرتش لا اربد ولا المفرق ولا الرمثة، مش اسمها رمثة ولا رمثة، زرت عمان قبل كده، فعملنا الحركة دي كلها عشان أكون معاكم. فالرحلة من برمنغهام لعمان للأوتيل كانت تقريبا أكتر من 16 ساعة علشان المطار والطائرات والحاجات دي كلها، لكن كانت 16 ساعة و 18 ساعة مش من المعاناة، 16 أو 18 ساعة من الشوق لرؤية الأحباب. والحمد لله يعني أنا اللي سعيت أنه دفعت على الأغاثة الإسلامية عشان تعمل لي البرنامج ده، أن كل ما بزور أنا مكان بتعلم من أهله، بتعلم من صحابه، تعلمت من آية ومحمد و إيهاب وذو القرنين وأحمد أبو إبراهيم ومين تاني إيمان ومحمد تاني برضك وصفاء ومها بيان بيان عشان جاي أتعلم أنا. وعمر العلم ما يكون له حدود ولا يكون له عمر، يعني لا ليه حدود لأنه فوق كل ذي علم عليم، وعمر العلم مالوش عمر أيضا. أنا أعرف أحد الأساتذة المحترمين خد الدكتوراه بتاعته وهو عنده 93 سنة، خدها في الحسبة، أصر أن يكمل عشان ياخد الدكتوراه قبل ما يموت، ومات بعدها بسنة رحمة الله عليه. يعني جات له التهاب رئوي في السن الكبير، لما بيجي التهاب رئوي ما بيكونش العلاج بتاعه بيكون مدمر يعني. أنا خدت الدكتوراه وأنا كان عندي 41 سنة، أنا دلوقتي عندي كام؟ 27 سنة. عن 27 وخد دكتوراه وانا عندي 41 واتجوزت وانا عندي 33. ما شاء الله تمشي ازاي؟ معانا تمشي عديها. ها I got my PhD, my doctor of medicine at the age of 41 and my age now is 27 and I was married at the age of 33. ها خدت بالك؟ ما انا بقولك شفت بقى انا فالأعمار دي بتتقلب على بعضها، لكن في النهاية بتطلع نتيجة. أهم نتيجة إن الإنسان يتعلم منكم، والإنسان يحترم نفسه لما يلاقي ناس قد يكون ظروف الحياة عندهم أصعب لكن هم أعلم منه. فلذلك كان الدرس القاسي لسيدنا موسى عليه السلام اللي كان بيقول أنا أعلم، يعني مفيش حد أعلم مني في الأرض دي، فربنا بعت له سيدنا الخضر عليه السلام. فسيدنا الخضر اشترط عليه قال له تمشي ورايا ما تسألش لما أقول لك، فاهم ولا لا؟ قال له حاضر. قال له اوعى تسأل. أول الرحلة سيدنا موسى ثوري، عارفين بقى سيدنا موسى مصري، ها مش اتولد في مصر، كان معاه باسبور مصري، ها من مجمع التحرير. قال له تسألنيش لما أقول لك. ركب السفينة وخرقها. قال له إيه بتخرق السفينة؟ قال له مش قلت لك ما تتكلمش؟ واخد بالك؟ فقال له خلاص مش هتكلم. قتل الواد الصغير، واخد بالك؟ وكان واد جميل وذكي جدا، وكان هو أحلى طفل في الإيه؟ في الأطفال اللي بيلعبوا في الحارة. فقال له لقد جئت شيئا نكرا. قال له مش قلت لك يا موسى ما تسألنيش إنك تسمع صبرا؟ أنا أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. أهم أهو صويحبات موسى وصروا، فضلوا تعالي تعالي هنا في الأهو. فأخذ بالك، ففي الآخر لما دخلوا على اللي هو القرية التي سيئة، القرية السيئة لما استطعموهما هما كمش. تعرف لما الإنسان يطلب، فصلها الشيخ الشعراوي، لما الإنسان يطلب طعام تعرف الإنسان مكسور، مش ما بيتهمش، فأبوا أن يضيفهما. فقال له لما بنى الجدار قال له لو شئت اتخذت علي صبرا أجرا سوري. واخد بالك؟ فده العلم، إن ما فيش حد فينا أبدا فوق العلم. وموسى اللي هو نبي عليه السلام
يتعلم من الخضر اللي هو عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى. وسيدنا سليمان في المجلس بتاعه لما قال مين يجيب لي عرش السيدة بلقيس عليه السلام، فقال له عفريت من الجن. انت عفريت ها؟ كنت امر قبل شوية. والعفريت بردك امر. العفريت معناه ايه؟ يعني الجني الذكي اللي بي ايه اللي متقطق كده. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان يرتد عليك، قبل ان تقوم مقامك هذا. يعني في خلال نص ساعة الساعة اللي حاجة زي كده. ده علم مش عند سيدنا سليمان. لكن قال الذي عنده علم الكتاب اللي هو ممكن يكون سيدنا جبريل في احد الروايات، ممكن يكون احد الناس من البشر اللي هم عندهم سر اسم الله الاعظم وهكذا، يعني انا اتيك به قبل ان يرتد عليك طرفك. يعني معناه ان سيدنا سليمان ما كانش عنده القدره والعلم انه يجيب الايه العرش بتاع سيدنا بلقيس. انت ها انت ادي بلقيس اسمك بلقيس نسميك بلقيس تمشي بلقيس برضك يعني. فبالتالي اللي يجي هنا وما يتعلمش، لو حد فيكم قال عليه انه حمار الحمار يزعل، لان الحمار بيتعلم كل يوم والحيوان بيتعلم كل يوم. ها فالبشر اللي يجي الاماكن الجميله دي اللي كلها علم وكلها معرفه وكلها خبره وكلها حياه وكلها امال ممزوجه بالاحلام والالام، يبقى ولا مؤاخذة والطموحات، يبقى ولا مؤاخذة يعني وجوده في الدنيا زي عدم وجوده. فأنا جاي عشان أتعلم، لذلك أنا لفيت حوالين زوم ميتنج، يعني بالزوم هخلص ثلث ساعة وأنا قاعد في بيتي جنب ولادي وبتاع ده ومراتي تأكلني وشربني وكذا، اللي يخليني أسافر 16 ساعة وأجي ونتنطط كل يوم في حتة، إن أنا عايز أتعلم. ها عايز أتعلم. وبسم الله ما شاء الله تعالوا هنا عشان تعرفوا بنفسك كلكم. في المصور السينمائي سأصورهم. مايك خلاص يلا يا بنات يلا ما بتكلمش اسافر حالك عرفت نفسك خلي ماسك يا كبير تفضلي كده امسكي بيدك انا رحمة صابر تفضلي أنا رحمة صابر متطوعة هون بالإغاثة بعطي دورات تجميل وإكسسوارات بسم الله ما شاء الله أنت اللي بتجوز البنات أنا بسلكهم بعطيهم إنه بيتعلموا بيصير مثلا اللي بتتعلم الخياط بتروح تشتغل بالبيت تجميل يعني بنعلمهم مشاريع حلوة وأفكار حلوة ومش أمورهم ربنا يبارك فيك مين تاني ما تكلمش يا شباب سمارة الخوالدة بروجكت أسيستنت سمارة الخوالدة بروجكت أسيستنت خوالدة مرة واحدة تعرف أن أمس كانت ذكرى وفاة الزعات اسمه إيه؟ كساسة اسمه اللي كساسة فندعي له بقى من رحمة الله يرحمه يا رب ندعي لأهله بالصبر على فراقه وهو شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبله إيش كمان حاب تعرف عني؟ أنت قولي بروجكت أسيستنت إلي بالإغاثة من 2018 كنت ماث تيتشر هسه بروجكت أسيستنت بسم الله ما شاء الله بسم الله تطورت شفت تعلمت لا التطور عندي انا يعطيكم العافيه انا لانا السرحان بروجكت اوفيسر بقدم جلسات دعم نفسي للسيدات وللاطفال ولليافعين بقدم جلسات فرديه للسيدات طبعا انا كنت صار لي 4 سنين مع الاغاثه كنت ديلي بيد جديده تعينت وكثير بحب الإغاثة وكثير بحب فخورة أني أنا بشتغل معهم صراحة وطبعا نحن كثير سعيدين اليوم بوجودك معنا عن جد بحضرين نقرأ عنك ونشوف لقاءاتك على الجزيرة مبسوطين كثير كثير بوجودك بس كده شفت والله لقاء كامل لك يمكن في ساعة تقريبا ربنا يكرمك عن جد إحنا عن جد إحنا محظوظين إنه إحنا اليوم موجودين معك صراحة والله كثير فخورين بهذا الإشي أهلا وسهلا فيك أنا إسراء زبيدي مدربة رياضة خريجة جامعة البيت وأول ما تخرجت اشتغلت هنا مع الإغاثة وصراحة يعني الشغل معكم هون كثير كويس تعلمت إني كيف ممكن أنا أساعد ناس كثير
واستفدت انه التطوع شيء كثير منيح يعني، وممكن اي شخص تقدم له المساعده تعمل اثر في حياته. وشكرا لكم. السلام عليكم، انا بثينه حراشه، مدربه حرف يدويه واكسسوارات. بسم الله ما شاء الله. انا حرف يدويه، حرف يدويه وتراث يعني، بعمل كمان تطريز اردني وحوت فلسطيني تراث يعني. بسم الله ما شاء الله. ورسم الخرز يعني على جميع اشكال، وبرسم على العبي يعني مثلا ادرب هون يعني بسيافعين ويافعات. وهون فخوره فعلا بشغل معاكم، صار لي 6 اشهر اشتغل متطوعه وبس مجال تدريب الأطفال واليافعات، وشو كثير هون الشغل يعني ممتاز ومريح جدا. شكرا. شكرا لكم. ولاء الكفريني، كلينر المكتب، وأهلا وصلي 3 سنين معاهم هون، وأنا يعني تشرفنا فيك وأهلا وسهلا فيك يعني، زدتنا شرف وبس. يعطيك العافية. الله يسعدك. طيب انا سعيد جدا ان انا زي ما كنت بتكلم قبل كده هو ان انا موجود هنا. انا مش هطول في الكلام كتير عشان هسمع منكم، لو عندكم اسئله او عندكم اقتراحات او عندكم اي شيء انا اجاوب عليها. من يبدا باول سؤال او اول اقتراح او اول اي حاجه؟ عبد الحليم بيقول لك قول لي حاجه، اي حاجه تفضل. مين انت؟ ما انت تفضلي. خلاص تعالي هنا، تعالي قدام الميكروفون هنا. لا عادي، بس اعطي المايك. على المغرب مثل المغرب. اوكي. هسه نحن يعني نعتبر يعني لساتنا في بدايه مسيرتنا المهنيه وهيك، والحمد لله في عنا شغف انساني ونحن بنحب نخدم المجتمع والمجتمع اللاجئين كامل. شو نصيحتك لنا عشان نقدر نتخطى الأشياء الصعبة اللي مش قادرين ننساها؟ سورية ولا أردنية؟ أنا أردنية. وإيه الأشياء الصعبة اللي مش قادرين ننساها؟ خلي ده معه وأنا أخذ معي ده. خلاص أنا معك ده في تلك. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة انشغلي باللي أنت عايز تعمليه، حتى لو ما كنتش عارفة تعمليه. يعني كان في مقولة كده سمعتها في أحد الأفلام المصرية، حب اللي بتعمله عشان تعمل اللي بتحبه. مين اللي قالها؟ أحمد حلمي. أحمد حلمي بقى. يعني حب ما تعمل لتعمل ما تحب. معناها إيه؟ معناها أنت دلوقتي، أنا دلوقتي جاي مش عارف حاجة وعايز أتعلم أشتغل وأركز وأنجز. الفلاح اللي عنده أرض ما بيرعيهاش، الأرض بتنتج لكن الإنتاج ما بيبقاش كتير زي الفلاح اللي عنده أرض بيرعيها ويقف عليها ويكون معها 24 ساعة في اليوم. فأنت بالذات هتنسي اللي حصل لك من آلام ومشاكل لما تنشغلي بهم الآخرين. كان في مقولة بتقول إيه؟ اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه إيه؟ واخدين بالكم ان شاء الله. فلذلك الانسان احنا كلنا عدت علينا بلاوي، كلنا كان موت وفراق. يعني مثلا انا لما جيت سافرت اول مره، انا سافرت كتير جدا، اول مره سافرت مع والدي لما كان راح يشتغل في ليبيا عام 1966، تغربت وانا عندي 16 سنه في الوقت ده، وانا لسه عندي 27 سنه. متفقين. متفقين. سنه جايه عندي 37 والله. خلاص بقى. فالرحله بتاعت مصر لندن اللي هي 77 سنه 1977، وانا في الطياره جالي شعور ان انا لن ارجع لمصر مره اخرى. كان لسه عندي في الوقت ده بردك 27 سنه. يعني من 50 سنه كان عندي 27 سنه، والنهارده عندي 27 سنه. اكيد؟ شباب. ما مين ما فحسيت ان انا مش هرجع تاني. فكانت رحله كلها 4 ساعات تقريبا، كنت دخلتها بكاء. يعني شعور كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي شوف انت خارج مش راجع. وفعلا لغايه دلوقتي ارجع اجازات،
في الوقت بقى الزوم والحاجات دي كلها والواتساب بيقرب البعيد الى اخره الى اخره. لكن ده نوع من انواع الالم. لو عشت فيه ما عملتش حاجه، لو كنت هاخد لدكتوراه ولا كنا هنعمل كلنا اللي هو الاغاثه او ان نشغل بيها. فدايما انشغلي نفسك بشيء مفيد للناس علشان الناس يدعوا لك. ولو دعوا لك الناس، انا هقول لكم قصه انا كنت دايما بقولها كل ما اروح في اماكن كتيره. شاب اريتري معانا في برمنغهام كان عنده سرطان في الحنجره من حوالي 11 سنه، والطبيب قال له خلاص انت مش هتعيش. قال لمراته وقال لبنته بتاع ده، فالام مرأة الزوجه استسلمت، البنت ما استسلمتش. فاحد الشباب كلم المخيم بتاع ام جرجور اللي في شرق السودان، قال لهم سلطان ابو سلمان يعني خلاص في ايامه الاخيره. المخيم كله قاعد يدعي من صلاه الظهر لصلاه المغرب، سلطان لسه عايش لغايه يومنا هذا بعد 11 ساعه. فوانت بتساعد الناس دول، واخده بال حضرتك؟ يفكرني بكلام والدتك ليك، يعتبر بالنسبه لي شرف لانها اكيد دعت لي، واخده بالك؟ او دعت لغيري، واخده بالك؟ فالدعوه دي اللي ربنا بيقبلها اللي هي دعوه المظلوم، دعوه الصائم، دعوه الام او الاب للابن، دعوه المسافر، دعوه الفقراء والمساكين لو ما يعرفوكيش. فدي ليس بينها وبين الله حجاب. فاشغلي نفسك بالخدمه واللي ربنا بيختاره عشان يكون خدام للناس، ده شرف ليه. اللي ربنا بيختاره عشان يكون خدام للناس ده شرف ليه، وربنا ما بيختارش اي حد يبقى خدام ليه. ربنا بيدخل بيته اللي عايزه، اللي يروح المسجد ربنا اللي بيدعيه، اللي ما يروحش المسجد ربنا ما دعاهوش. خدتوا بالكم؟ وشفتوا قد ايه حب ربنا لينا؟ انا فتح لكم الباب اهو، خشوا والدنيا مفتوحه قدامكم، اتفضلوا. اللي ما بيخشش في المسيره دي، وان لله عبادا، معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خصهم الله بقضاء حوائج الناس، حببهم الى الخير وحبب الخير اليهم انهم الامنون من عذاب الله يوم القيامه. انتم كلكم واهاليكم هؤلاء الناس، بغض النظر انت سواء، انت رئيس، انت رئيس مشروع، كله زي بعضه، لكن كل واحد فيكم بيشيل مسؤوليه على قد حمل اللي هو بيقدر يشيله. فاللي اكثر حسابا هيكون الرئيس، اللي اقل حسابا هيكون الحارس او الـ او الـ او اللي هو اللي بيعمل الشاي او الى اخره. كلما ازدادت وظيفتك كلما ازداد سؤالك. عشان كده الواحد بيستغرب الناس اللي عايز تبقى رؤساء دي. رئيس بقى، رئيس مثلا دوله فيها 10 مليون او 20 مليون أو انت مسؤول عن كل ال 20 مليون واحد واحد، وانت مسؤول على كل حيوان وعلى كل طير وعلى الارض وعلى الميه وعلى الجبال وعلى المصادر، وعايضك برضك تقف قدام ربنا بالحدوته دي كلها ولسه بتتخانق عشان تبقى رئيس. طب شيل بقى، خدت بالك؟ يا ايه اسمك؟ إيمان. يا ايمان. طب جزاكم الله خير. سؤال تاني من البنات او من الشباب، تفضلي اديها الميكروفون. ده والله البتاع كده، تفضلي. السؤال الاول، كيف الشخص يضل بحافظ على هاي الروح هو بيعمل لله؟ ويعني ادفعكم يعني اللي بياخد اجر اكثر هو اللي بيخدم اكثر، وما بين الامور الوظيفيه، احيانا الامور الوظيفيه والمتابعات تقارير وهي الشغلات يعني ما بدي احكي بتقتل هاي الروح بس بتضعفها. نعم. فكيف الانسان يوازن ما بين انه انا في وظيفه ومطلوب مني هاي الامور، وما بين ضلها الروح الايجابيه والعمل لله هذا موجود عندي؟ أسأل السؤال الثاني. أسألي. السؤال الثاني هو حول قضايا الجندر إيشيوز.
هلأ هو هذا باب عليه شوي خلينا نحكي علامات استفهام. نعم. هل إحنا هون بإسلامك ريليف نستند لديننا الإسلامي ولا أمشي مع التيار الأممي؟ طب إذا أنا مشيت مع التيار الأممي أنا مساءلة على كل كلمة بدي أحكيها للناس، فشو أعمل؟ شكرا. هلا خلاص خلينا معك، أنا معايا وبتاعتي أنا. طيب بالنسبة للسؤال الأولاني، أنت بتتخطي هذه طبعا شغل المكتب متعب وبيزهق وبيخلي الإنسان يكون زي ما تقولي خلاص بقى مش قادر، يعني أعصابه تتعب، فبتستعيني على نفسك بأنك بتقرأ القرآن بتاعك، الورد بتاع القرآن كل يوم، بتستعيني عليه بأنك لو قدرت تصلي نص ساعة أو ساعة ركعتين في الليل بعد صلاة العشاء أو قبل صلاة الفجر، تستعيني عليه بأنك تزوري والدتك عشان تدعي لك، تزوري جارتك وتساعديها لو كان محتاجة حاجة، تعملي حاجة لجيرانك، تستعيني عليه لو في يوم من الأيام رحت زرت القبور، علشان طبعا بينهى عن النساء أن تزور القبور، لكن في بعض الأحيان عشان تشوف العظة أن ده كان قبر ملك خد من الدنيا إيه معاه، ده قبر وزير، يا شوفوا ده كان بيمشي في الشارع زي كده قارون، قال الذين ايه يريدون الدنيا يا ليت انا مثل ما قلت يا قارون، وربنا خسف بيه الارض، فشوف قارون ربنا خسف بيه الارض، فرعون ربنا خسف بيه الارض، انا في يوم من الايام هروح المكان ده، الشيء الوحيد اللي هيخش معايا في المكان ده هو عملي عشان تذكرة. لو انت في يوم من الايام حبيت تزوري مستشفى من المستشفيات علشان تشوفي ربنا نعمة الصحة عليك، خاصة لو كان لك قريبة أو خالة أو عمة أو جارة عيانة وكانت في يوم من الأيام بسم الله ما شاء الله يعني بتجول وتصول إلى آخره وأصبحت دلوقتي أصيبت بشلل، فبتزوريها عشان تخدميها، وفي نفس الوقت أنت بتقول الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة اللي هو إيه العقل، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة العلم، الحمد لله على نعمة الزواج، الحمد لله على نعمة الخلفة، كل هذه النعم موجودة عندنا كلنا، واخد بال حضرتك؟ فالواحد بيفتكر كل هذه الأشياء علشان الحمد لله على نعمة النوم، الحمد لله على نعمة دخول الحمام، لأن في ناس ما تقدرش تخش الحمام والعياذ بالله يعني، وبيجي لها انسداد في الأمعاء وبتعملها عملية وتحط لها كيس إلى آخره إلى آخره يعني، فكل هذه النعم بتعدي عليك إيه، فبتحاول أنت أو أنت عدوا نعمة لا تحصوها حال تتذكريها إزاي ربنا أعطاك كل هذه النعم وأنت مش واخد بالك، واخد بالك؟ ده بالنسبة للنقطة الأولانية. النقطة الثانية هي مش رسالة للإغاثة الإسلامية، هي رسالة لكل المؤسسات، إنها اي سياسه بتيجي من اي دوله في العالم، لان الامم المتحده دوله مؤسسه دول بتعمل قوانين، في بعض الدول ما يعني مندوبينها بيروح وما بيعملوش حاجه، واخد بالك؟ فبيطلع قانون على حسب ثقافه الناس اللي مضوا عليه، لكن انت من حقك كمؤسسه تتحالفي مع مؤسسات اخرى عشان تغيري قانون، من حقك، ما فيش حاجة اسمها يعني قوانين دي مش قرآن، واخد بال حضرتك؟ لا يجبد يكون لك رأي. فلذلك الإغاثة الإسلامية بعد فضل الله سبحانه وتعالى سجلت نفسها، يعني فاكر قصة التسجيل قلتها لك أنا من يوم أمس، في 1993 كنا مصرين إننا نخش علشان نتسجل في الأمم المتحدة عشان كنا صوت كجمعية من الجمعيات، فلابد الجمعيات دي تتحالف مع بعضها علشان تعمل مسيرة، والمسيرة دي تحاول تغير بعض القوانين لتختلف مع الفطرة بتاعت البشر، مع الدين، مع القيم، مع الأخلاق، مع العادات، مع التقاليد، واخد بالك؟ عشان يسمع لصوتك. لكن لو احنا لم نهتم بالتحالف مع الآخرين، لم نهتم بالبحوث والدراسات، لم نهتم بالتحليل والجرح والتعديل، هنمشي
تتطبق علينا كل القوانين دي كلها. خذ بالك، فده اللي هو الحتة اللي احنا تنقص اغلب المؤسسات العربية والاسلامية عملية التحالف والدراسات والبحوث والجرح والتعديل في العمل الانساني، في العمل الانساني. تساعد لك الجرح والتعديل مش العمل الانساني، لا في العمل الانساني كذلك. مفيش مجال الا لابد يحصل فيه بحوث ودراسات، لان الحكومات لا تؤمن بالكلام الحلو، تؤمن بالاوراق البحثية. عندك ورقة بحثية معتمدة هيسمعوا لك كلامك، ما عندكيش ما حدش هيسمع كلامك. وللأسف احنا لا نستثمر لا في بحث ولا في دراسات ولا في اللي هو الجرح والتعديل والحاجات دي كلها، في العمل الإنساني. والمتبرع لا يعطينا مال لهذا، يعطينا مال فقط ليه؟ للأكل والشرب والنوم. تقول والله عندي 120 ألف لاجئ سوري هنا وعايزين مثلا 120 ألف سلطة، هيدوك على طول. تقول طب أنا عايز أعمل مثلا ورشة أعلمهم كذا، يقول لك لا مش فاضي. عايز أعمل بحث عنهم، لا مش فاضي. عايز أعمل مثلا، مين اللي شغالة في الدعم النفسي فيكم؟ أنت الدعم النفسي ده شيء جديد، أنا عملت عنده 3 محاضرات. قلت ما فيش ولا أسرة مخلوقة في العالم اللي احنا موجودين فيه دلوقتي حديث إلا محتاجة الدعم النفسي من شيء مختلف. حتى الأسرة المستقرة للأم والأب والأطفال وعنده دخل كويس تحصل مشاكل، الولد يضرب أخته والأخت تفر من البيت، الزوج يضرب زوجته في غلطة كده، فبتبتدي الأسرة بتهتز داخليا، مش فقط اللاجئين والنازحين. فأصبح الدعم النفسي ده فقط مش للاجئين، مش للناجحين، مش للمعتقلات السوريات. لو دلوقتي كان الأخوات لما يخرجوا من المعتقل، الرجاله والاسف والعياذ بالله ينظر لهم على انهم اصبحوا مطيه في المعتقد، اكيد حصل لها حاجه، فيحبوا يتحرشوا بيها. طب انا خارجه ومكسوره النفس، حتى لو اعتدى عليا في 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 في, في المعتقد، تيجي انت برضك يا ابن يا ابن حارتي وابن جارتي تعتدي عليا انت كمان؟ فهذا في دناءه من الاخلاق بتاعه النساء، سوري الرجال في هذا الامر. فالامور دي كلها حتى دعم النفس دلوقتي ما اصبحش يعني شيء نظري، اصبح شيء المجتمع بيحتاجه حتى عند الاسر المستقره. فواضح، ففي طرق كتير جدا عشان ايه يعني اللي هو الضغط ما يتعملش بجمعيه واحده، الضغط يتعمل مجموعه من الجمعيات، مجموعه من الاوراق، مجموعه من الابحاث والدراسات. شكرا. حد ثاني يسال؟ تفضل اديها الميكروفون. فين المصور السينمائي؟ لا عادي طبعا يعني جهودك مشكوره، ولكن ايش اللي خلاك تبلش بهذا الاشي تعمل الاغاثه الاسلاميه؟ ايش اللي كان المحرك الاساسي لإلك؟ وايش يعني هل توقعت انه رح تصير الاغاثه الاسلاميه عالميه، يعني لها فروع في كل دول العالم؟ طيب كاميرامان المخرج السينمائي. اولا انا كنت مسافر بريطانيا علشان ادرس اللي هو الطب يعني، واحنا الدكاتره عندنا في مصر بيقولوا لك بدل ما تخرج عندك 5 عين. ايه ال5 عين؟ العياده والعربيه والعروسه والعزبه والعماره. العزبه اللي هي الضيعه يعني، احنا هدفنا لما نتخرج نجيب عيادة، نجيب عربية، نجيب عروسة، ها، أو نجيب ونعمل عزبة ضيعة ونعمل عمارة. ده كان كل فهمنا وإحنا شباب صغيرين، ما كانش في أي حاجة خالص خالص على الإطلاق. وربنا سبحانه وتعالى بعد المجاعة في شرق أفريقيا في أريتريا اللي كان جزء ساعتها من أثيوبيا، حسينا إن المسلمين ما عندهمش مؤسسة تمثلهم، فربنا أكرمنا بأننا عدنا كده أنا وزميل ليا، يعني هو موجود عندكم هنا في الأردن من أصل فلسطيني، فكرنا نعمل أي حاجة. مشينا في الشوارع ونوزع أوراق، زوجتي كانت تكتب على الآلة كاتبة في البيت وكذا، فقلنا نساعد. ما كانش حد متخيل أبداً
ان انا حاجة في يوم من الايام حتى اسمها المفرق واقعد معاكم. لكن خلي بالك وانا بتخلق وانت بتتخلقي وكلكم لما اتخلقتوا في علم الله لدني اللي موجود اصلا النهاردة كان في الشهر النهاردة 5 فبراير. ربنا كاتب في سيرتك الذاتية كلكم ان يوم 5 فبراير هتجتمعوا وتقابلوا فلان وفلان 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 وفلان. بس قبل 5 فبراير 2023 كان في مسيرة اخرى ربنا كتبها وجعلك انت ايه دعاكي علشان تقومي بمثل هذا العمل. ما كانش فيه اي تخطيط، ما كانش فيه اي ترتيب، ما كانش فيه اي ميزانية، ما كانش فيه اي استراتيجية. منتهى البساطة، منتهى البساطة، منتهى البساطة. ولما حطينا رجلنا في اول النهر قلنا لن نغرق وهنكمل. بدأ الحلم الكبير يجي بتاع فتح المكاتب دي في نهاية الثمانينيات وأول التسعينيات، لما كنا احنا أنا شخصيا كنت بركب الطيارة كنت بمسك اللي هو الكتاب بتاع الخريطة بتاعة سلك الطيران ودور على كل المدن وعمل عليها دايرة. في أمريكا حطيت كذا دايرة، في أوروبا حطيت كذا دايرة، وفي شمال أفريقيا حطيت كذا دايرة، وهكذا. عشان الحلم يعني بدأ أول ما الزرعة طلعت من 84 89 90 بدأنا بعد كده نشوف لا الزرعة دي ما تنفعش تبقى بس في الأرض الصغيرة دي كلها، لازم تخرج من بريطانيا، ومن بريطانيا تخرج تروح فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا والسويد والنرويج إلى آخره وأمريكا وكندا إلى آخره إلى آخره. بدأنا من أول التسعينيات إلى اليوم. فربنا بيلهمك لأن اختبرك في أول 5 سنوات أنك ماشي على الطريق المستقيم أنت ومن معك. فكان شغلنا في الفترة الأولانية دي شغل، أنا بقولها الكلمة دي بس بعض الشباب بيزعلوا شوية، شغل فيه جلد الحمير، الحمير لا يمل ولا يكل. أنا أحب الحمار عشان كده، واخد بالك، في خاصية اللي هو الإتقان وعدم الملل. فربنا قال خلاص كملوا بقى، بدأ يفتح الأبواب حبة بحبة 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 إلى أن وصلنا اليومنا هذا. فأوعي في يوم من الأيام تجعلي الإمكانيات الغير متاحة لك عائق، لأن ربنا حط في مخك إمكانيات غير عادية، لو استغلتيها واكتشفتيها هيبقى مستواك يا مولانا سبحانه وتعالى أعلى من مستوى الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشتاق لأصحابه لأحبابه، إني أشتاق لأحبابي، معنى الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة قالوا أولسنا بأحبابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنتم أصحابي، أما أحبابي هم اللي قاعدين حواليا دول، لما أنتم اللي موجودين هنا في المفرق، اللي موجود في الزعتري، اللي موجود في عمان، اللي موجود في أي حتة في العالم، لأنهم دول أحبابي، لأنهم آمنوا بي دون أن يروني. العمل في واحد فيكم زي العمل في 50 من الصحابة، خدت بالك؟ فتخيلي بقى ان الرسول بيتكلم عنك انت من 1400 سنة، بيتكلم عننا كلنا من 1400 سنة، وربنا حافظ الجلسة دي، ربنا كتبها في كل حياتنا احنا كلنا. 5 فبراير هتتقابلوا كلكم مع بعض، خلاص حطها اتحققت. فبسطي الامور، بس خليكي زي الأم الحنون اللي عايزة ابنها يحصل يكون أحسن واحد في العالم فبترعاه من غير رعاية ومن غير صبر ومن غير عمل جدي. مش ممكن ابنك هيبقى رئيس جمهورية أو وزير أو أستاذ أو عالم أو إلى آخره. بس ربنا يكرمك إن شاء الله. تفضل. بسم الله. النساء لهن غلبة اليوم عن الرجال. تفضلوا تفضلوا. بنت انا عايز اتكلم، عايز الكلمه بتاعت ال ها؟ لا يعني ما حابه بس احكي عن واحد يعرف حرفه ما لازم يحتكر بها، لازم اعلمها للجيل اللي بعده، يعلمها الجيل يستفيد اللي بعده. اديها الميكروفون، اديها الميكروفون. مثلا اللي يعرف حرفه يعني مثلا الحرف اليدويه، يعرف صنع الخياط اي شيء، بيحاول يعلم الجيل اللي بعده حتى ما يحتكر الحرفه ويضل له اجر مدى حياته. صح، له اجر. يعني الواحد يعني انا تعلمت من واحده ست لحد الان
بتذكرها وبدعي لها لكل ولحد والله بكل ما افوت شغل بدعي لها الحمد لله لانها فادتني وعلمتني واستفدت صرت اشتغل بها الحمد لله ربنا يبارك فيك يعني. تفضلي المخرج السينمائي. سؤالي كيف حضرتك وازنت ما بين كونك طبيب صح أيوة. أنا هيك في طبيب حضرتك كمهنة يعني ما بين إنه إلك مشروعك يعني مشروعك الخاص اللي هو إسلامك ريليف كان كيف وازنت بين هدول الشيئين ومسؤوليات طيب. أسرة كمان حاضر حاضر فأنا كنت طبيب مش شاطر مش كده طول عمري كده عادي يعني أنجح مقبول جيد نادر لما أجيب جيد جدا فما كنتش طبيب ناجح يعني لكن لما جت فرصة العمل في أو السفر لبريطانيا خيرت كان والدي اداني مبلغ وكان جالي وظيفة في أحد الدول الخليجية فقال لي لا ما تروحش دول الخليج أشتغل بقى وأبقى طبيب واخد بقى فلوس قد كده أنا روح أتعلم يا ابني خد المبلغ ده وروح أتعلم رحت عشان أتعلم وسقطت 5 مرات في امتحان المعادلة قبل ما أنجح وبعدين بدأت أشتغل يعني الحمد لله فكان هدفي إن أنا أخد الدكتوراه عشان ما خيبش رجاء والدتي اللي كان نفسها ابنها ياخد دكتوراه وحلم أبي فبدأت الإغاثة تيجي وأنا بدرس الدكتوراه فتأخرت في الدكتوراه كتير جدا يمكن 6-7 سنين لغاية ما خلصت أنا كنت بعملها وقت يعني مش دوام كامل يعني ولما نجحت في الدكتوراه ما كانش حد مصدق أنا كنت بسافر كتير أنا خدت الدكتوراه 91 وكان بدأنا سنة 84 الإغاثة فيوم ما خدت الدكتوراه واخد بال حضرتك كان بعد كده هو حسيت ان خلاص انا حسيب الطب وكنت بشتغل ساعتها في بريطانيا في التامين الصحي فانا فاكر يا 15 يا 17 ديسمبر 1991 انا رحت خدت الرساله تخرج وده كان يوم 4 أو 5 من الجامعه يوم السبت كنت انا وأسعد طه لو حد عندك يعرف الأستاذ أسعد طه الإعلامي ها؟ مراسل أيوه أنا وهو وشاب تاني من مقدونيا نزلنا على ألبانيا وكان المفروض إن أنا أقعد أعد بعض أوراق عشان أنشرها من البحث بتاعي بتاع الدكتوراه فرحنا ألبانيا وخلاص ما رجعناش تاني للطب اتركنا الطب على جنب واخد بال حضرتك وتركت الطب في 95 بلد. وتفرغت تفرغ كامل للعمل الخيري والرساله ايه رساله عندنا دكاتره كتير جدا ممكن يوم بدول انا بقوم بيه احسن لكن في الوقت ده الامه العربيه الاسلاميه كان العمال الاغاثه وعمال العمل الإنساني قليلين جدا يمكن من أشهرهم رحمة الله عليه الدكتور عبد الرحمن الصميت وعمل قبل بلاء حسن في الكويت وخارج الكويت وغيرهم طلعوا كأفراد لكن ما فيش حد طلع من الغرب واخد بال حضرتك فكان ده كأن ربنا بيقول طب أنا حزرع بيكوا الشجرة في الغرب عشان تعملوا أنتوا كذا وكذا وكذا فتركت الطب في طلقة بائنة أو طلقت طلقة بائنة ولم انشر اي بحث بالرغم ان كان عندي حاجات كامله جدا في البحث بتاعي بتاع الدكتوراه لكن ما كانش عندي وقت بقى ومش مش 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 ايه مش مش زعلان او مش متضايق ابدا ليه بقى النقطه اللي كانت بتتكلم عليها الاخت اللي قبل كده لان انا شغلت بمشروع اكبر مشروع دكتوراه مشروع شخصي لكن المشروع الاكبر اللي هو مشروع الامه اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ان نشوف بعد 30 سنه ولا 40 سنه ده انا قاعد في المفرق حتى لو جبت خريطه الاردن مش هطلع المفرق فين
واخد بالك؟ الا لما تعملي زوم ان زوم ان زوم ان والعالم اللي بره مش عارف المفرخ فين، واخد بالك؟ فده يعتبر ايه بالنسبه لي انجاز فضل الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا ورا النجاح ده بان بما ان الاخوات الغالبيه في الغرفه هي زوجتي وامي رحمه الله عليها، امي كانت دايما تقول لي يا ابني خالط الفقراء عشان تسعد، واللي يبص لفوق دماغه توجعه او رقبته توجعه او يجي له صداع، لان اللي يبص لفوق انت مثلا اغنى مني يا دي عندها كذا وعندها كذا وعندك وانا ما عنديش، واخده بالك؟ فهي كانت دايما تقول لي خليك مع الفقراء عشان تحس بنعمه ربنا عليك، لكن اسعى انك تكون غني، واخده بالك؟ فوزوجتي طبعا ربنا يديها الصحه بتعاملني دلوقتي زي ابن، تقول لي انت خلاص انت كبرت بتسافر ليه؟ يحصل لك حاجه في السفر، اقعد بقى اقعد في البيت، لما اجي اسافر بتدعي لي زي ام بتدعي لابنها الصغير، واخده بالك؟ فبدون الاهل في البيت لن تستطيع النجاح. يمكن انا قلت المثل ده امس، كان اول 5-7 سنين في الاغاثه الاسلاميه كل عمال الاغاثه في العالم لم يهنأوا بالافطار مع زوجاتهم واولادهم واخواتهم في شهر رمضان. خارجين كلنا بره هبه لمده شهر من اول يوم في رمضان لغايه يوم العيد، حتى في يوم العيد ساعات ما كناش من ايه بنقضيه مع اولادنا. تخيلوا بقى لو انت مثلا جوزك خرج ليلتين ثلاثه وما فطرتش معاك في رمضان، يا ليله يا ليله ايه يا ليله ايه يا ليله منيله ب 60 نيله، انت النيله معناها من النيل يعني، فانت جبت النيل معاكم، اما النيله عندنا يا ليله يا ليله سخه، واخد بالك؟ فبقول لك كل بما فيهم يعني، مش بس انا، في امريكا وفي بريطانيا وفي المانيا فرنسا ولا واحد كان بيفطر مع اولاده، مش امر، حبا في العمل، مش لان احنا امرناهم، لا كنا كلنا بنخرج، ولم تشتكي زوجتنا او اولادنا في شهر كامل لمده سنين. فاللي انتوا فيه دلوقتي ده علشان الاخوه اللي كانوا في اول 5-7-8 سنين دول ما كانوش بيهنأوا بالراحه عشان يبنوا المكان اللي انت فيه من 30 سنه او من 35 سنه. فطبعا الدور الثالث اللي هو ايه دور الايه دور الاهل في البيت. لو كانت واحده بقى بتحب الخروج وكذا واصلي مش عارف ايه ماما بابا خالتي عمتي صاحبتي كذا الاصل الفستان بتاعي بديكولتيه وفستان هي بقصه ومش عارف ايه وهي راحت الكوافير امبارح وانا عايز اروح لنفس الكوافير، اخدت بالكم؟ ها وحاجه كويسه ام حاجه اقول لهم حاجه ثانيه، كان يوم يعني استقبال السفراء في القصر باكنغهام بالاس كان بيدعونا، كنت بروح فروحت اليسريه اللي هي زوجتي قلت لها يلا عشان نروح، قالت لي مش هروح القصر. تخيلت بقى واحد يقول لك كده سيدنا دعيكي عشان تقابليه هو والملكه رانيا، انت تقول لا انت جرى لك حاجه يعني في حاجه غلط فيكي؟ ها في حاجه غلط فيكي؟ اكيد في حاجه غلط فيكي. قالت لا مش عايز اروح يا ست، لا ما فيش فايده مش عايز مظاهر. فجت واحده قريبتنا تركيه من الاصل التركي اللي هو ايام محمد علي ايام احفاد العثمانيين، قالت لها يسريه؟ قالت لها نعم. قالت لها روحي مع جوزك. قالت لها حاضر يا طنط. جت معايا السنه اللي بعدها جت نفس الدعوه، لا يلا بقى مش هدي انت اسمعي يا ربي يعني الله يرحمها بقى قدريه. قالت لي شوف انا شفت الملكه مره وكفايه مش عايز اروح ثاني. يهديك. قالت لي مش هروح مش هروح يعني مش هروح. فدي الشخصيه اللي انتوا بتلاقوا نفسكم ايه الحاجات الغريبه دي، البهرجة مش محتاج لها، المظاهر مش محتاجة لها، الحاجات دي مش يعني مش على الأجندة. فذو الأشياء اللي بتخليك أنت ده الجندي المجهول
اللي هو من غيره انت ما تعرفيش تمشي لوحدك. طب انا بقول الكلام ده والرجاله هنا بقى يزعلوا بقى، ما فيش مشكله. فدول اسباب، يعني سبب النجاح في اي عمل هي امراه صالحه، متاع الدنيا في مرأة صالحه. وصلاح المراه في مش في الجمال، كلكم تبقوا حلوين انتوا صغيرين، لما نكبر كلنا بنبقى زي بعض. بس انا طبعا يعني شكلي very handsome 27 سنه انا، مش كده برضك وزي الامر. يلا الحمد لله. السؤال الثاني بقى، اغتبناك وانت بره، كنا بنرد على السؤال بتاعك. ربنا يكرمكم. حتى انا عايز اسال سؤال، كلام يعني انه كلامك هاد بحفزنا انه احنا نحافظ على المكان اللي احنا فيه، لانه ما اجى بالساهل. لا ابدا، لا يعني ولو انت ما تعلمتيش التاريخ، هذا بقى الحته دي، انت جيتي على ايه؟ على جرح وعليه شطه وعليه تراب ومعفن خالص. اللي ما يعرفش تاريخ امته وما يعرفش كيف صنعت هذه الامه لن يستطيع ان يبني حاضر، ولن يستطيع على الاطلاق ان يخطط لبناء مستقبل. ولابد تعليم التاريخ الصح. انا جت مرت علينا اكاذيب ودسائس في التاريخ. انا اقول لك حاجه، ازاي الاتراك طلعوا من الصين ها منذ حوالي يمكن قبل الدوله العثمانيه ما تتاسس، ومشوا علشان ينصروا الدوله السلجوقيه ها، لان هو كان الدوله السلجوقيه بتعتبر دوله اسلاميه في نهايه العصر العباسي. مشوا على رجليهم بنيه ايه؟ بنيه احنا رايحين نساعد الدوله السلجوقيه اللي هو كان معتبر خلافه، اللي طلع منهم العثمانيين بعد كده. لو منهم، لو انتوا شفتوا مسلسل ارطغرل، مشوا بالحمير بالحصنة بالبقر بالجاموس بالنساء بالاطفال، عندهم رؤيه وعندهم رساله وعندهم مهمه عايزين يعملوها. لو انت ما تعلمتيش الحته دي وجيت انت في عصر العثمانيين لما كان في قمتهم، يا الذهب موجود والفضه موجود، عصر اللي هو صدر الدعوه الاولى. وازاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول او ساعه يقول لك يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يضاء ولا يوقد الايه الموقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول عليه كان بياكل الايه الاسودين اللي هو الماء ورديء الايه التمر. ده الرسول. ولما حصل في شعب ابي طالب، كان في الصحابه بالليل وهم ماشيين في الشوارع اي حاجه تلاقي كانوا بياكلوها ما يعرفش هي ايه، ثلاث سنين. فلو احنا ما عرفناش ده، لا يمكن، ده يمكن. كنا بننام في المساجد، وكنا بننام في ما فيش حاجه اسمها اوتيلات، ما كانش كان حاجه فيها فلوس، ما كانش في حاجه اسمها مرتبات في الاول. فلو انت ما عرفتيش، واخونا ذو القرنين ما جابش الناس يحكوا لكم القصص والحواديت ازاي الناس كانت عايشه وبتمشي. كنا بنمشي وانا شنطه بلاستيك فيها الـ الـ الاوراق على الشوارع، من الدكاكين للمحلات لكل الحاجات دي بنوزعها. ده كان في لا تليفون ولا كان في لا انترنت ولا كان في كمبيوتر ولا كان في اي حاجه خالص. انت محقه. جزاكم الله خير. اتفضلوا. حتى انا هيسال يا شباب، ولا انتم انا مش عارف وقتكم ايه يعني. ها؟ اي سؤال؟ بس اكيد تفرس بشراكه فيها في سكوتلاند. اه طبعا. اكيد واجهتها؟ محطات الاحباط اللي معك مسيرتك. محطات اكيد في كل انسان صار في معاه عنده محطات احباط كانت او محطات صد واجهته بمسيرته. كيف انت واجهتها؟ لو بتحكي لنا درس مستفاد عن قصه معينه. هو طبعا جزاكم الله. خلي معاك، خلي معايا معاك المكفر عندي هنا. الاحباط موجود، موجود في العمل بتاعنا كتير جدا. اكتر قضيه دبحتني من الوريد للوريد كانت قضيه الشعب المسنوي. ان احنا عايشين في اوروبا، يمكن انا اول مره زرت البوسنه كان في 82 ايام كان جزء من يوغوسلافيا. لكن لما حصل
التطهير العرقي والمذابح دي في 92 واختلطنا بالشعب البوسناوي اللي هو كان من السذاجة انه واثق كل جيرانه. الجار هو اللي بيغتصب جارته والجار هو اللي بيساور على يعني اخر مذبحة حصلت للشعب البوسناوي من الجيران طلعوا على البيوت بتاعتهم في يوم السوق فالجيوش الصربية ضربت قنبلة في السوق مات فيها 200 ده في 95 مذبحة سربنيتسا اللي اتقتل فيها ما بين 9000 الى 11000 على النساء المغتصبات والبنات والامهات وصل لقوانا بس 60000 تبقى انت قاعد مش عارف تعمل حاجة فدي كانت بس كنا بنشتغل كنا بنحبط يعني كنا بناخد هذا الامر دافع للمزيد من العمل خلاص ما البنت اغتصبت خلاص هعمل ايه يعني انا اعرف قصتين او قصة لبنت من بناتنا في كارثة سربنيتسا كانت اجمل بنت في المدينة فالضابط قال لها شوف بقى انت طلع عندي على الدور الثالث ما طلعتش هم شايلينها طلعوها الدور الثالث خلاص يعني معروف هيحصل ايه هيحصل لها ايه قامت البنت قبل الضابط ما يجي كانت رامي نفسها من الشباك انا مسؤول عنها رغم انها شفتهاش كل واحد فينا مسؤول عنها لكن فضلنا نشتغل ما وقفناش الطفله اللي كان عندها 4 سنين وكتب عنها في جريده صفحه كامله الطفله التي جريمتها الاولى انها مسلمه لو انها مغتصبه 4 سنين وهي مغتصبه واخدين بالكم في فيلم اسمه بروكن وينجز اللي غاسه كانت عاملاه زمان لو كان موجود ممكن تشوفوه حاجات كتيره جدا بس ما غرقناش في الاحباط الاحباط والياس جزء من الكفر كنا بناخد الاحباط ده كدافع لينا اخر قصه حصلت لنا وكنت زعلان وقعدت ابكي انا واخونا مكي ومين تاني يا ربي وغيرنا كنا مقدمين على مشروع في جنوب السودان وعملنا المشروع في منتهى الروعه our project for south sudan 2003 or 2004 our partners كانوا اللوكال شركائنا كانوا جنوبيين كان علاقتنا بالجنوبيين بسم الله ما شاء الله يعني حلوه جدا لان انا رحت قابلتهم في نيفاشا في كينيا وكذا وقلنا اهلا وسهلا كانوا مسيحيين وقدمنا المشروع لمؤسسه كبرى المؤسسات الكبيره دي كلها عشان عايزين ايه نقرب ما بين اللي هو الشمال والجنوب ونقرب ما بين المسلمين والمسيحيين لان 30% من الجنوب مسلمين و 70% ما بين لا دينيين ومسيحيين فتلاقي المسلمين والمسيحيين نفس النسبه تقريبا فرفضوا يدونا الفند ده كنت ببكي ومكي كان بيبكي لان كان لنا هدف عشان الفلوس فلوس ولا شيء بتيجي كان هدفنا من الموضوع ده ان احنا نقرب عشان النزاع ده يقف والخلافات تنتهي وخدنا فلوس في منطقه مسلمه ومسلمين ده في حته اسمها شرق السودان في جيسان والدمازين كان حاجه 5 ولا 6 ولا 7 مليون ما كنتش فرحان بالفلوس دي كان لو مليون واحد فجنوب السودان واشتغل مع المسيحيين عشان ابني الكوبري ده وابني الجسر ده ابرك ليا بمليون مره ناخد 10 مليون في منطقه مسلمين مسلمين. حضرتك المسلمين محتاجين محتاجين بس الحاجه الاكتر ان انا اوقف الحرب دي مره ثانيه. اوقف النزاع، اوقف الخلاف ببناء الجسور بيننا وبين الاخرين. ده كان ومع ذلك خدنا الفلوس واستمرينا الى اخره الى اخره يعني. في محطات كتير انك كل ما تتعب انت وانت قاعد في المكتب الرئيسي كنت كل ما ازهق كده واحبط ارتب زياره عشان ازور مكتب مكاتب مدنيه عشان انظف البلاء اللي انا في المكتب الرئيسي ما المكتب الرئيسي is an office of diseases
not your case. I said the headquarters everywhere, not only Islamic Relief. The headquarters in Rome and Paris and Italy and all that. لكن ال جالي الصدور مش كده برضك جالي الصدور ده ها بيجي لما اجي عندكم هنا. وانا مشكلتي بقى ان ايه كان يقول انت جاي من الطياره على المكتب ما تروح يا ابني تروح على بيتكم. اقول لهم انا جاي عليكم على طول. فاليوم ما وصل فيه اخش على المكتب وانا هايبر يعني اوف يبقى كلهم يعني انا جاي مشحون. ما انت حطيت فيها طاقه هفرغها في مين؟ ام دخل على الموظفين ما مثلا من كينيا للندن لبرمنغهام للمكتب. ماي جاد يعني جدنا تاني ده. كنت سيء جدا انا كنت زمان يعني. بس ربنا يكرمكم تفضلوا. انا بس مش عارف ما اوقاتكم ايه يعني. اوقاتكم اللي عايز حد يمشي يمشي، اللي عايز يتغدى معانا يتغدى معانا، اللي عايز يقول كلام يقول كلام، اللي عايز يغني يغني. انك انت تقاومي نفسك، ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربك. ما تسيبيش نفسك لهواها، واخده بالك؟ تخش عليك اخت من الاخوات الله هي بتبص لك كده ليه؟ هي مش واخده بالها، هي ممكن عندها 50 مشكله في البيت، مضروبه علقه، منتهى سقطت في الامتحان. مالك انت بتضحك عليها؟ بتضرب انت كمان؟ يعني مثلا انا بشتغل في الطب الاقي مثلا الصبحيه ومفيش شمس في القسم، احد مثلا الحكيمات تيجي لابسه نظاره بسم الله ما شاء الله قد كده وسودة، يا ربي ايه المشكله يعني؟ في مفيش شمس في القسم ومفيش نور حتى عادي. وبين بقى لما نيجي نقعد بقى في الغرفه بتاعت الشاي والحاجات دي، لما تقلع النظاره تلاقي عينها كلها مورمه مضروبه علقه، ساكه بقى كان جوزها ولا مش عارف اللي مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، مكسوف بقى تيجي قدامنا تقول كذا. فانت واحده زي كده دخلت ونسيت تقول لك السلام عليكم، اكيد في مخها حاجه ما خلتهاش تشوفك، او رئيسك دخل بتاع ده وطنش ومشي على طول كده، حاجه شغلاه واخده بالك؟ هو مش معقوله، ما امبارح كان بيهزر معاكم بيكلمكم وكان النهارده يعني مخه طاير، فاعذريه. لكن لو انت ما استطعتيش انك تتحكمي في نفسك وهواها هتتعبي. ونفس ما سواها الهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبعدين ربنا بعد كده نقلنا على ثمود. طب ايش دخل ثمود؟ ايش دخل ثمود في الموضوع؟ لما تيجي تبص بقى لحاجه زي كده، هو ده اكتر شيء بيدمر المؤسسات حاجتين، الشعار والاسم. لازم يكون احنا الاول، احنا احسن ناس، احنا كذا احنا كذا، وتالي الهوى بتاعك انت. فهو هنا بقى مجاهدة النفس ان شاء الله. ربنا يخليكم ان شاء الله. تفضلوا يا شباب، وانا طولت عليكم. لا بالعكس يعني كان فرصة شيقة. ربنا يخليك، تعالي اقعدي جنبنا عشان اسمع صوتك. في الميكروفون مع مين؟ ايوه. وانت المخرج السينمائي ولا هو المخرج؟ قائم بالاعمال. تحط بس عليه، انت قائم بالاعمال؟ يعني صراحه يعني من 12 سنه وانا بسمع اسمك في الفيلد في المجال الانساني، اشتغلت مع كثير منظمات، بس كل مكان اروح عليه شو ما كانت المنظمه او الجمعيه الا يطرح اسمك. استغفر الله العظيم. لا يطرح اسمك من ناحيه الانجاز، اللي بيشتغل من كل قلبه بذل جهده وماله بس للعمل الانساني. فيعني انت مش متخيل قديش انه هذا يعني عن جد شرف لي اني اشوفك بعد هاي الفتره الطويله. كثير سعيده جدا. ربنا يكرمك ان شاء الله. متى نخدعيش بالناس؟ على سلامتك. شفت بقى؟ متى نخدعيش بالناس؟ في المظاهر وانتظري لما يموتوا. وساعات فضايح الناس بتيجي امتى؟ لما يموت. ف
فأهم شيء راح ممكن يا رب ربنا يسترنا بعد الموت عشان ما يكونش اللي عملناه كله فضايح كله مش لله سبحانه وتعالى وكله رياء أو مراءة أو نفاق إلى آخره لأن المنافق أشد عذابا من الكافر عشان كده المنافقين في الدرك الأسفل من النار فما تنخدعيش بحد ففي في في صحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهدوا فالرسول قال هذا في نار جهنم مش كان محيريخ ماين ولا مش واحد كان اسمه ايه يعني وهكذا لانه ما كانش بيقاتل من اجل رفعة دين الاسلام او من اجل الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم او الاخر كان بيقاتل من اجل ان يقول انا قوي انا كذا انا كذا خلاص فالناس قالوا لكن اللي عند ربنا بقى شيء تاني لان ربنا عارف النية اللي في قلبك وقلبي انا حاجة انا قدامه كده ده انا شهيد يا ربنا امرت ايه تقوم التلاتة اول تلاتة يخشوا جهنم والعياذ بالله عالم وحافظ للقرآن وشهيد ومنفق العالم علشان يقول انا كنت عالم قال له خلاص مش قال عليك خدت نصيبك في الدنيا الشهيد عشان بقيت شهيد مش تقال عليك خلاص ده كانت نيتك دخلت والمنفق مش قال عليك انا منفق وكذا 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 نعوذ بالله فجمال ربنا في حاجة ان هو بيعرف انت بتفكري في ايه من غير ما تطلعيه من بقك عشان كده ما تخش الجنة قولي امين خدي خدي معاكي انت اسمها سمارة خدي معاكي سمارة خدي معاكي مين انت غلبانة انت عايز تخش الجنة انت كلكم حبيتي منسف حبي منسف بس تقولي تفكري كده تلاقي منسف قدامك ها وبعدين حبيتي سمارة تجيلك حتجيلك عشان تاكل معاكي منسف بس منسف منسف بقى مين اللي عامله بقى اللي عامله لك ربنا مش المنسف بتاع اللي هنا ربنا when she is in heaven just she wish and the wish becomes fact in front of her ان شاء الله فشوف ده ربنا عارف انت عايزه ايه بالظبط فلذلك اظبطي النيه وما تثقيش في معسول الكلام وفي ناس كتير جدا عملت انجازات والاخر يعني في كان واحد انجليزي مشهور جدا جدا بس انا مش فاكر اسمه يعني وبعد ما مات وخد بقى وسمه كتيره جدا كان بيقدم برامج في التلفزيون بعد ما مات اكتشفوا ان هو كان بيتحرش بالاطفال ها؟ بالكازبي اسمه ايه؟ بالكازبي الامريكي لا انا بتكلم عن الانجليزي مش عارف بالكازبي فاكتشفوا فدي فضيحه صحيح هو مش حاسس بيها لكن خلاص يعني الاطفال كبروا بدوا يتكلموا الاطفال بدوا يتكلموا فشالوا كل الاوسمه الدنيويه اللي هو خدها حتى حرموه من ايه؟ من الاسم في الدنيا انه يخلد غير واحد زي محمد علي كلاي رحمه الله عليه لما جم يحطوه في هوليوود عشان يعملوا اونر ليه كل اسماء النجوم على الارض قال لهم لا محمد ما يتحطش على الارض حطوه على الحائط لكان لا يدوس احد على اسم محمد صلى الله عليه وسلم شوف تبقى الفرق قد ايه فعشان كده احنا بنبكي يعني واخد بالك على محمد علي وهم حتى اخترموه والتاني اللي هو الانجليزي او اللي انت قلت عليه اسمه ده اسمه ايه؟ بالكازبي ما اعرفش هو يعني امريكا واخد بالك يعني فادعي ربنا ان يسترنا بعد الموت لان احنا بنخبي واحنا عايشين لكن بعد الموت ما حدش هيخبي بقى هيطلع الاسرار وتطلع البلاوي تقولي والله ده كان بيضحك علينا مش كده؟ لا ان شاء الله لا اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض وانا من العرض عليك تفضل يا شباب خلاص if there's nobody else لو مش حد تاني حد عايز يتكلم ها بدي اسالك في حد من عائلتك او اولادك صوتي عالي اه لا خلاص دولها بس عشان ايه هيك سؤال ختامي كنت اسالك في حد من عائلتك اولادك او العائله المقربين انضم لفريق الاغاثه الاسلاميه العائله المقدسه
عائلة المقدسة من عائلتك. لا 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 العائلة المقدسة دي اللي هو بتاعت سيدنا عيسى مسيرة العائلة المقدسة لما كانوا جايين من فلسطين لمصر ففي مسار كده العائلة المقدسة. أنا من ولادي في اثنين، واحد فيهم بيشتغل في الإغاثة، أنتم يمكن ما عارفش قالكوا هنا ولا ما قالكوش، الحسن my son is working for الحسن الحسن is in the media team مع بس أنا ما تدخلتلوش في أي حاجة. يمكن قعد مدة يتطوع في الإغاثة مدة سنتين ثلاثة، أنا ما تدخلتلوش لغاية ما وظفوه بعد كده. الثانية بنتي فاطمة she is a friend of ذو القرنين، كان بتشتغل معاه في اليمن واخد بالك. فدول الاثنين with their own choice يعني باختيارهم. فاطمة واخدة ماجستير في التنمية وما كانتش بتحب العمل الخيري، لكن لما راحت اليمن تغير مخها 180 درجة. كانت عايشة في الأردن هنا أيام كانت في اليمن، كان اليوم مكتب في عمان، وكانت يا ربنا أكرمها بتعرفت على بعض النساء هنا عشان تتعلم التجويد والترتير والحاجات دي كلها وملكه وتعلم كتير جدا. هم الاثنين دول. الباقيين واحدة كانت واخدة دكتوراه في الصيدلة لكن مش عاجبها الصيدلة عايزة تسيبها، والتانية مدرسة بالرغم انها متخرجة مهندسة فأصبحت مدرسة، والتالت على السوشيال ميديا مع بعض الشركات بيعمل أفلام على التيك توك. يعني التابعين لي بمئات الألاف، أنا التابعين لي بعد 20-30-40-50 سنة 1640، وكل ما يطلع واحد زيادة أقول الله أكبر لأن أنا ما بحبش الحاجات الصغيرة دي كلها، بحب أعمل محاضرة عشان الناس تستفيد منها يعني. لكن الشباب بقى دقيقتين 3 دقائق 30 ثانية حوالي في 30 ثانية. ده أنا حتى لما أجي أخد رغيف خبز كده أقطمه عقبال ما أدخل اللقمة جوه وتتمضغ بتاخد لها دقيقة. فدول ولادي عندي خمسة بفضل الله سبحانه وتعالى وأمهم طبعا. قابلت أنت يسرية مش كده؟ ما عزمناكي على الفرح ما جيتيش ليه؟ وأنا ما كنتش اتولدت لسه. نعم ربنا يكرمكم إن شاء الله. تفضل وين ذا ماستر المخرج مشي؟ انت بتهرب بقى. طيب خلاص فيش حاجه تانية تسالوها يا شباب؟ طيب اتفضل كلمه منك انت بقى. انت الميكروفون فين؟ ثانك يو ايفري ون اند ثانكس فور big thanks for Dr. Hani Almanna. He's with us, Alhamdulillah. And yesterday I was talking to my colleague in Indonesia. He's country director for Indonesia, Nanang. And he was sharing with me that not even a single moment when Dr. Hani is with you, it's not waste of time. You learn something from him. You are inspired from him. Because he was the one who started this journey from very young age, although he's still 27. But be careful, huh? Shabab, inshallah. Lekin may Allah give him a long, healthy life with full of iman and full of commitment. So, alhamdulillah, we got this chance to sit with him in a very frank mood, in a very pleasant mood, and we learned a lot from him. And inshallah, I believe that when he goes back to other offices, to the partner offices, he has, everyone listens him carefully. So when he's going back to IR Germany, IR Australia, IR UK, USA, he will be speaking for us as Safir from Islamic Relief Khurdan. So thanks to all of you. We are one family, we are brothers and sisters. And inshallah, we'll continue with the same commitment and we will try our best to maintain the trust of our seniors who created this organization, who are still committed to live with this organization. And
we will try to maintain the trust of our partners, inshallah. شكرا جزيلا. جزاكم الله خير وان شاء الله انا مبسوط. وانا فرحان. يبقى مبسوط وفرحان وانا سعيد. وايه تاني؟ ها كلمة تانية. سعيد جدا. وانا مستمتع. ها يلا قولوا. لا انا بقولك انا انت وانا انا عليك انت انا بتكلم عن نفسي انا لا انا عايز في السعاده انا فخور خلاص عشان ما ازعلش انا فخور ها ايه تاني لان انتوا اصحاب النجاح ومن غيركم ما فيش اي مؤسسه في العالم تستطيع انها تنجح وحدها حتى ولو كان عندها مليارات لذلك اغلى شيء في الدنيا هو الإنسان لذلك ربنا خلق كل هذا العالم علشان يعملوا زي ما تقولوا يستعد لنزول الإنسان عشان يعيش فيه مش فقدنا ربنا بيحبنا خلقنا البحار والأنهار والسماوات والجبال والحيوانات وكل هؤلاء والطيور والذهب والفضة والبترول علشان مين؟ عشان نحن فاحنا بدل ما بنشكر ربنا سبحانه وتعالى على كده بنقعد نتخانق مع بعض على ايه وننسى ان الحاجات دي كلها مخلوقة لينا عشان تخدمنا فاحنا للأسف والعياذ بالله بنعبد مثل هذه الأشياء ننسى ان نعبد ربنا جزاكم الله خير وربنا يبارك فيكم وبنشكر اخواننا اللي كانوا معانا على على ايه دي اسمها ايه على اللايف لايف لايف تعالى دوق لايف فيري جود لايف جرب لايف لايف كريم لايف يلا شكرا شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام عامل ايه فينيش